موضوعنا اليوم هو بعنوان العصر الجديد، ديانة وثنية جديدة. بالبداية بحب نطرح سؤال على حالنا، ما هو حال بعض المسيحيين اليوم؟ في شبه حياة وثنية، في فريسية، في سطحية. في كتير من المسيحيين للأسف عندهم لا مبالاة أو عندهم إلحاد لا أدرية، في فقدان حتى للمرجع والهوية والانتماء، وخصوصا عند شبابتنا، عند بعض شبابتنا. يعني الشباب تسألون شو مرجعكم، شو هويتكم، في ضياع بهذا الموضوع، في فساد، في تشرذم للعيلة، في فردانية وتمحور حول الذات، في نسبوية، في relativism. يعني كل واحد بيختار الحقيقة يلي بتناسبه بمعزل عن الحق المطلق اللي موجود بالإنجيل. عدم التواصل بالتواصل، كثرة مواقع التواصل لكن بالحقيقة ما في تواصل حقيقي بين الأشخاص، في عالم مضطرب. وفي كمان استعادة لممارسات وثنية قديمة. بتلاحظوا كتار من المسيحيين بيشوفوا برجهم الفلكي، بيستشيروا المنجمين والعرافين، حتى في كتير بيشتغلوا بالسحر، بيأمنوا بالشعوذات، بيحطوا خرزة زرقاء، بيأمنوا بالرقوة. كل هيدي الأمور نحن بنعرفها، يعني بعيالنا منتشرة للأسف. في كمان بين الشباب في اعتقاد بطاقات ما ورائية خفائية، الشباب بيحكوا مع بعضهم في طاقة سلبية وطاقة إيجابية، وهيدا الشيء هلا رح تشوفوا انه علميا غير موجود، بس صار مثل تراند دو في، يعني صار موضه والشباب بيؤمنوا فيه. في صنميه، في عباده للجسد، في عباده للمال. ونحن بالفعل بطور تشكل وظهور ديانه وثنيه جديده، ديانه علمانيه توافقيه. بارشاد الرسولي فرح الانجيل بيحكي البابا فرانسيس عن ديانه علمانيه توافقيه يتم التحضير لها بالفلسفات والإيديولوجيات، بدأت تتوضح معالمة نحن عم نتقبلها وبلشنا نعيشها. هالشي كله، هالوضع كله اللي نحن فيه بالحقيقة صار خصوصا بتأثير من تيار العصر الجديد. ننتقل هلأ لنحكي شوي عن الوثنية. في أربع مميزات أساسية تميز الوثنية. ليش عم بوضح؟ لأنه أنا أعطيك العنوان تيار العصر الجديد وثنية جديدة. بميز الوثنية أربع أشياء أساسية اللي هي تعدد الآلهة والتيسم. في كمان رؤية للكون ورؤية للإنسان متناقضة مع الرؤية المسيحية وحتى مع العلم. وإذا حدا بعدين بحب يسألني ليش بجاوبه، بس هلأ ما رح أتوقف عند هذه النقطة. في ممارسات وثنية بالديانات الوثنية، وفي بالأخرويات يعني بالحياة ما بعد الموت، في معتقدات كمان تتناقض عن الإيمان المسيحي، إنه لا بيؤمنوا لا بجنة ولا بجحيم. بالأحرى بيؤمنوا بسلسلة من الحيوات أو بالتقمص أو الانبعاث. يعني في نظريات تختلف مع الإيمان المسيحي. رح نحكي عن، نجرب نعطي تحديد لبدعة العصر الجديد، نشأته، تعاليمه، الانتشار والرموز، الأهداف، التقنيات، الوسائل والأخطار. شو هو العصر الجديد؟ فينا نقول أنه هو تيار اجتماعي، فكري، روحاني، باطني، انتقائي، توثيقي، سانكريتيك. شو يعني؟ يعني هو مثل سلة من العقائد الإيمانية. أنا إذا كنت مثلاً مسيحية وعم بعتقد بإشياء نيو إيج، بقدر نقي إشياء بتعجبني بديانات أخرى ضيفة على إيماني، وفيني أحذف من إيماني أشياء يلي أنا ما بتعجبني. مثلاً في أشخاص مسيحيين ما بيؤمنوا بالعهد القديم، مثلاً بالكتاب المقدس، بيفضلوا العهد الجديد، بياخدوا العهد الجديد، بيتعجبوا نظرية التقمص مثلاً، بدفوع على هيدا الإيمان، على إيمانه. للأسف مثلاً بأوروبا بالسنوات الماضية عملوا إحصاءات، تبين أنه حوالي 40% من مسيحيين يؤمنون بنظرية التقمص، ونظرية التقمص تتناقض مع الإيمان المسيحي. النقطة الثانية، في خلطة من الفلسفات والمعتقدات الوثنية القديمة بالنيو إيج، مثل الغنوصية. الغنوصية كانت بدعة
بينت ببداية المسيحية. للأسف إنه كمان استعادة النيو ايج في ايديولوجيات فكريه بتعرفوا ظهرت بالفلسفات بالقرن العشرين ومن بعده، في فلسفات مثل الماديه الوجوديه اللاقدريه الالحاد، الفلسفات المتعاليه يلي بتحكي عن قوه العقل، كلهم هول موجودين بالنيو ايج. مثل ما عم بقول لكم النيو ايج متشعب بشكل كثير كبير. في عقائد من ديانات وثنية أكثر شيء مأخوذة من الشرق الأقصى، من الهندوسية والبوذية والطاوية، من القبائل الأفريقية، من الهنود الحمر، من الشما، من السحر، من الويكا، من الخفائية، من الشعوذة، من التنجيم والعرافة. أضف لهيدا الشيء علم نفس كارل جوستاف يونغ، حتى مدخلين علوم النفسية بالعصر الجديد، بس أكيد علوم غير كلاسيكية، يعني لا غير معتمدة بالعلوم الكلاسيكية. كمان في علوم كاذبة بسودو سيانس، يعني منا بتتبع المنهجية العلمية. بشكل عام النيو ايج العصر الجديد بشجع على مسار شخصي روحي للبحث عن الحقيقة بمعزل عن الديانات. يعني أنا مسيحية بس أنا ما بلتزم بتعليم كنيستي، أنا مسلم ما بلتزم بتعليم الإسلام، أنا عندي مسار روحي شخصي أنا بختاره لحتى أبلغ فيه للكمال والاستنارة بالقوة الشخصية بمجموعة من التقنيات. هلأ منشوف شو هي. رح نشوف بعض التحديدات يلي عطوها أشخاص متخصصين ببداية العصر الجديد، منهم بير جوزيف ماري فيرلاند. بير جوزيف ماري فيرلاند هو كان نيو ايج، كان إزوتريك وصار ارتداد بحياته بنعمة الرب. هو متخصص ببدعة العصر الجديد وبالبدائل الطبية، وهو شغلته بيبرم بالعالم، بيعطي محاضرات توعية حول بدعة العصر الجديد. بقول بير جوزيف انه من الصعب جدا ان نحدد العصر الجديد لانه يلامس كل المجالات الثقافية. هلا بتشوفوا بعد شوي حتى بموضة الازياء في شيء من النيو ايج. لنقل انه مصطلح يضم مجموعة من تيارات فكرية جديدة تعلن وتحضر لانتقال الإنسانية إلى مرحلة جديدة من التطور تترافق مع دخول كوكبنا في برج الدلو. يعني نيو ايج عم ببشر أنه في عصر جديد هلأ بدنا نفوت فيه، هو عصر السلام والانسجام والإنسانية اللي بدها تفوت بمرحلة جديدة من التطور. كمان في تحديد لبير جان فيرنات. بير جان فيرنات هو كمان متخصص بالبدع، عامل كتاب اسمه الميبلاج، بتشوفوا صورته عملت شمال. بقول يتميز موضوع العصر الجديد بالاعتقاد أن الإنسانية على عتبة الدخول في العصر الفلكي للدلو، في زمن جديد للوعي الروحي والكوني من الانسجام والنور، تتخلله تغيرات نفسية عميقة، وسيشهد المجيء الثاني للمسيح الذي تعمل طاقاته من الآن فيما بيننا. هون بشير أنه المسيح يلي عم بيحكوا عنه نيو ايج هو غير المسيح الرب يسوع يلي نحن نؤمن به، اللي هو أحد الثالوث القدوس يلي هو مساوي للآب بالجوهر. المسيح الكوني يلي بيقول في نيو ايج هو نبي، مجرد نبي، إنسان مستنير وصل بتقنيات العصر الجديد انه يعمل عجائب، انه يشفي المرضى، انه هيك بيعتقدوا، بسموه افاتار. في كتاب عمله ريشار بيرجورون على بوشار بيير بيلوتي بيحكي عن انه نيو ايج هو عصر ظهور انسان جديد اومونيوتيكوس من الجنس البشري الواعي لتماهيه مع الالوهة ووحدته مع الحياة بعد أن يتخطى أناه النرجسية. هني النيو ايج كتير متأثرين بنظرية التطور تبع داروين، يلي بتقول إنه الإنسان عم بيتطور دائما بتطور دايم، وهو هلأ نحنا بعدنا يعني متأخرين رح نوصل لجنس بشري واعي، نحنا غير واعيين هلأ يعتبرونا، رح نفوت بعصر الدلو ونصير جنس بشري واعي يتماهى مع الألوهة. يعني بصير كل شخص يؤمن أنه هو الله. نيو ايج بتآمن أن كل إنسان
الإنسان هو الله، بيقدر يوصل ببعض التقنيات إنه يكون الله، ما عنده تمييز بين الطبيعة الخالقة والطبيعة المخلوقة. السايد اللي بعده بفرجي بنشوف كيف إجمالا بصوروا عصر الدلو لير ديفيرسو بهذا الشكل. إجمالا بحطوا هذه الصورة. رح نشوف بهذا الفيديو شخص هو كان نيو ايج وعم بفسر لنا شو هو نيو ايج movement. God is the self. Mankind is divine by nature. So the belief is that God is the substance of reality. God is the building block of the universe itself. And therefore God is the building block, the energy, the substance of God is the building block of man. And therefore man can trust in himself because he's divine by nature. How do you define New Age when you think about it? Yeah, so when we talk about New Age, what we're talking about is a compilation of pagan beliefs and practices. So the word pagan refers to any type of spirituality that deviates from the spirituality taught in the Bible. But what makes the New Age movement different from paganism is that you don't just have one set of pagan beliefs and practices. It's a culmination of pagan beliefs and practices that draws from things like Eastern mysticism, the occult, theosophy, Buddhism, Hinduism, etc. And this really is a prominent type of spirituality in the West right now, where you have, you know, 61% of the American population holds at least one New Age belief, where you have 40% of Americans saying they meditate at least once a week, where you have 36 million Americans practicing yoga. It's a $10 billion industry. So this type of spirituality, while people often associate it with being some kind of small fringe niche topic, it's really beginning to infiltrate every part of our Western culture right now. Okay, مثل ما شفتوا انه New Age بيعتبر انه الانسان بطبيعته هو اله، هو الله، يتماهى مع الالوهة. وعطي بعض الإحصاءات، قال أنه 61% من الأمريكيين يمارسون التأمل اللي هو اليوغا. اليوغا هي إحدى تقنيات التألم ببدعة العصر الجديد. واليوغا مش مجرد رياضة، هي تقنية للتأمل للاتحاد بالألوهة، وهي مأخوذة من الطقوس البوذية والهندوسية. أنا هيك جربت عملت شيء معه، حطيت لكم شو ممكن تلاقوا ببدعة العصر الجديد. يعني مثل ما قلت لكم، هيدي خلطة، نيو ايج خلطة تجمع كل شيء. يعني هون في بهيدا الشيما في ربع الاشياء اللي ممكن تلاقوها بالنيو ايج. في أرواحية، في تنجيم، في تعدد الآلهة، في وثنية، في حلولية، بانتيسم، يلي ليش بيقولوا انه الانسان هو اله؟ لانه انطلاقا من عقيده الحلوليه اللي بتقول انه كل شيء هو الله. وهيدي بيقولوا فيها بالفار ايست، بديانات الشرق الاقصى، يلي بتقول انه ما بتفرق بين الحيوان والانسان والنبات، بتعتبروا انه كله انبساط للالوهه. عشان هيك مثلا الهند بيعبدوا البقره، ما بيقتلوا الحشرات لانه بيعتبروا انه هيدي كائنات فيها الوهه. وكمان يمكن اشخاص يتقمصوا بالنبات او بالحيوان او بالانسان. في كمان بنلاقي تقمص، بنلاقي عرافه، بنلاقي تنجيم مثل ما قلت، بنلاقي يوغا، تامل تجاوزي، بنلاقي حتى بيستعملوا هيبنوتيزم، يعني تنويم الطاقة، علاج بالطاقة مثل الريكي، مثل الفانكشوي، الأوميوباتي. فينا نلاقي كمان الجندر تيوري. يعني هلأ ما بعرف إذا سمعين بالجندر تيوري، اللي بتقول إنه الإنسان هو بيختار هويته الجنسية، هو إذا كان ذكر مش بالضرورة يكون هو هويته جنسية ذكرية، بيقدر يختار إنه يكون أنثى، والعكس صحيح. وعم بيعلموا الأولاد الصغار بمناهج التعليمية هيدا الشيء. هلأ مثل ما شفتوا بهذا الشيء، ما هلأ اللي ظاهر قدامكم بيبين كيف تشكلت العصر الجديد، تيار العصر الجديد. يعني إذا بالنص بلشنا من فوق، نشوف أنه مكون من فلسفات قديمة وديانات الشرق الأقصى. في غنوصية مثل ما قلنا، في سبيريتيسم، أرواحية بسموه هني بالنيو ايج تشانلينج، في ثيوزوفية، هلا نحكي شوي عن الثيوزوفية، في ازوتيريزم، وفي شيء اسمه الفكر الجديد.
بانسي نوفو او نيو ثوت يلي هو بلش مع كوين بي يلي هلا منتشر بشكل كثير كبير بالغرب ومن البدع مثلا من Church of Religious Science مبين على ايدكم الشمال بالكتيبة بالباراجراف الأحمر في السيانتولوجي في الويكا في الكابالا في مادونا المغنية العالمية هي داخلة ببدعة الكابالا في السيانس كريتيان العلم المسيحي في كمان الورد الصليب روز كوا فراترنيتي بلانش الأخوة العالمية البيضاء في الفراماسونري هولي كمان عندهم ذات الفكر والمنهجية تبع نيو ايج عملية اليمين نشوف المعتقدات يلي داخلة جزء منها أكيد مش كل شيء يلي داخل بنيو ايج مثل السحر التنجيم النيمرولوجي علم الأرقام الشمانية يلي هي كمان نوع من السحر حتى البارابسيكولوجيا هي كمان داخلة بالنيو ايج. رح نشوف بالسلايد هون أنا حبيت حط لكم شوية صور هيك لنعمل أنيميشن حتى بآمنوا باليوفو الإي تي إكسترا تيرست هلأ كل هاي الأفلام اللي بنشوفها بهوليوود اللي بتحكي إنه في كائنات فضائية جاية ويوفو هاي كل شيء جاية من فكر النيو إيج كمان بآمنوا إنه في قارات مفقودة مثل مو وقارة الأتلانتس والميوريا وهولي كل هولي الأشياء اللي عم بيحكوا عنها أشياء غير مثبتة علمياً وكلها فرضيات مثل النيو إيج. كمان بنشوف أشخاص يمكن بتعرفوهم مثل بيل جونسون يلي هو مسؤول عن بيتل تشيرش في أمريكا يلي هو نيو إيج عندهم تعليم اسمه The Physics of Heaven إنه الجنة نحن نقدر بالعلوم الفيزيائية نوصلها بواسطة الطاقة ونقوي طاقاتنا وإلى آخره أبداً ما في شيء من تعليم الكنيسة. جوال أوستين هو من أهم الوعاظ بأمريكا بيجوا بالألوف لحتى يحضروا كمان هو نيو إيج. جويس ماير هي بتعلم بتروج لشيء اسمه Prosperity Gospel وأغلب الناس ما بيعرفوا هذا الشيء للأسف 75% من تعليمها هو صحيح و 25% بنفلطي عقيدة الـ Prosperity Gospel. بنشوف كيف بالموضة الـ New Age كمان دخل مؤخراً سيلين ديون بتعرفوها المغنية الفرنسية الشهيرة أطلقت Under Neutral Clothing صبيان وبنات بيبسوا مثل يا جماجين إشي مخيفة عن جد وأغلب قليل الألوان أغلبها أسود وأبيض على صورة اليمين بتشوفوا كيف الموضة ما في تفرقة بين الشاب والبنت الشاب يلبس مثل البنت والبنت تلبس مثل الشاب مثل ما قلت لكم انطلاقا من الجندر تيوري يلي بتقول أنه ما في فرق بين الرجال والمرأة بالعربي هيدي النظرية اسمها الخنسية أندروجين يلي بتروج لها النيو ايج. شفتوا يعني فعليا نحن عايشين بعالم عم كتير امور كتير تقنيات وممارسات هي نيو ايج مثلا ال جي بي تي يعني الاقليات الجنسيه لسبيان جاي بيسكشوال ترانسجندر هن هالاقليات هن كمان من يعني يفو بارتي هن من المجموعات يلي بتروج للنيو ايج اللي بتسعى باسم الحريه بتطالب بالحريات الجنسيه كل الحركات الهوموسيكشوالز اللي فينا نعتبرهم من معتقدات ومن ممارسات النيو ايج. اول شيء كلمه المصطلح لير ديفيرسو او العصر الجديد هي تسميه اطلقتها أليس آن بيل هي كاتبه مشهوره بالفيلوسوفي وبالباطنيه بالإزوتيريزم وبالتامل بعلم النفس الروحي يلي هو منو علم نفس كلاسيكي يعني يخلطوا علم النفس بالروحانيات هيدي التسمية أطلقتها سنة 1907 وأليس بيلي هي كانت رئيسة الجمعية الثيوزوفية اللي قبل أسستها مدام بلافاسكي هربت شوي رح نشوفها اللي تعتبر أم العصر الجديد كمان من بعد الإزوتريكي بول لوكور أطلق هيدي التسمية سنة 1930 وقال إنه نحن خلصنا من برج الحوت برج
يلي برج المسيحيين، وهلا صرنا ببرج العصر الجديد برج الدلو. ومن بعده ديفيد ستانلر كمان سنة 1967 حكي عن مصطلح العصر الجديد. أنا بهمني هون نشوف بول لكور شو حكي، واللي عم بيقوله يختصر النيو ايج شو كيف بفكروا هلا، وشو نظرتهم للكنيسة وللمسيحية، الديانات اللي تعتبر ديانات تراديسيونال يعني معروفة كلاسيكية. بول لكور بيقول إنه عصر التسامح والروحانيات بعكس عصر السمكة، عصر التعصب والغموض المسيحيين. خلال هذا العصر لن يعود الناس أتباعاً لرزمة من الكهنة والإكليريكيين الذين يلقنونهم ما يجب أن يؤمنوا به للخلاص. في عصر الدلو سيختبر كل واحد بنفسه دون اللجوء إلى الإكليروس ما تتكلم به الصوفيات في اختبار مباشر لحالات من الوعي الأسمى état de conscience modifié بواسطة تقنيات مناسبة. أوكي؟ هلا بول لكور هيدا الشيء اللي قاله هو ببداية القرن العشرين، يعني حوالي سنة 1930. من وقتها بلش تحضير فعلياً لهيدا الفكر اللي هو الفكر نيو ايج. أنا بحب نشوف الفيديو رقم 2 يلي عم رح تشوفوه هلا بالفيديو، هو ديباك شوبرا اللي هو من أهم أتباع العصر الجديد والبروج لها، بيحكي عن الميدسين انرجيتيك، بروج لتقنيات الشفاء بالطاقة، وهيدي كلها أشياء كذب وغير علمية. للأسف إنه كتير مشهور يحكي، ليش؟ لأنه بيوعد الناس بأشياء حلوة، بيخبرون عن السحر، وهلأ بتسمعوا بتشوفوا بالفيديو شو عم بيقول. Well, the way of the wizard, and this is the next leap we need to take as a species to recognize that all of us are wizards, that there is deep inside us a wizard, a shaman, a healer, a genius, a Merlin that can create a life of magic for us, that can take us into the world of the miraculous and the magical, and that life can once again become enchanted. You are God in drag. مثل ما شفتوا النيو ايج جذاب، يعني ساعات بيجوا بيقولوا للانسان انت قادر تكون الله، انت ساحر فيك تعمل معجزات مثل المسيح مثلا. من الكذبات اللي بكذبوها النيو ايج انه الرب يسوع راح على الهند بكونفوا، يعني ترك البيت بيته بالناصره وراح على الهند وقعد هنيك فترة من الزمن، بهيدي الفترة اللي منحكى فيها بالإنجيل، وراح هنيك علموا اليوغي بالهند كيف يعمل يوغا، كيف يرتفع عن الأرض، كيف يعمل معجزات، كيف يشفي، ورجع بعدين على الناصرة وبلشت حياته العلنية. أكيد كل هيدي الأشياء كذبات، لأنه الإنجيل بيقولنا أنه الرب يسوع كان يطيع والديه وكان ينمو بالنعمة والقامة والمعرفة. إذن الرب يسوع كان عايش كل حياته ببيته الوالدي بالناصرة وما راح على الهند، وهيدي كلها من أكاذيب العصر الجديد. رح نشوف كيف تحديدا بلش النيو ايج. بلش تحديدا بستينيات القرن الماضي، إجا كردة فعل بوقتها بالستينيات كان في حرب فيتنام، ما بعرف كلنا نتذكر، كان في كل الأنظمة السياسية فشلت، بقى صار في ردة فعل كتير قوية، ظهرت ظاهرة الهيبيز بأمريكا، وفرقة مثلا فرق كتير من بيناتهم مثلا فرقة بيتلز يلي كتير اشتهرت، يلي روجت للمهريشي يوغي وفوتت اليوغا وكل العوايد الهندوسية والفار إيست على أمريكا ودرجتها على المطوع، عملت اليوغا، جردت اليوغا من شكله الطقس والدين وعملته سبور، روجت له كرياضه، وهذا مش مزبوط يعني هو بقى طقس بس روجوا له كرياضه، وصار في دعوه للتحرر والانفلات. كلنا بنتذكر مثلا ما بعرف اذا سمعين غنيه جون لينون Imagine
هلا رح نشوف شوي كلماتها شو بتقول. الشباب انجذبوا لهالثوره لهالردة الفعل، وهيدي اللي اسست فعليا للعصر الجديد. نشوف هون صوره، انا حبيت هيك بورجيكم كم صوره عن الهيبيز، كيف بيلبسوا كيف بيتصرفوا. هيدي من ضمن ردة الفعل يعني. كمان نشوف تحت حتى اشخاص كبار بالعمر مش صغار كمان فاتوا بالهيبيز وكانوا ينادوا بالبيس لاف اند هارموني، يعني نحن بدنا سلام، ما بدنا حرب فيتنام، ما بدنا بقى حروب، بدنا الحب لاف. وانتبهوا على الإشارة هيدي، إشارة الصليب المعقوف يلي هو من الإشارات يلي نحن بنستعملها بنعرفها بالسلام، تشير إلى السلام، بس هي بالفعل هي إشارة من إشارات النيو إيج يلي إلها معناتها. رح نفوت بالرموز بعد شوي نشوف. كمان لفرقة البيتلز مجتمعين هن والمهاريشي يوغي، تعرفوا كان عندهم كتير معجبين، صاروا يقلدوهم يلبسوا مثلهم، هون لابسين اشياء هندوسية من الهند، وصاروا يعملوا يوغا، صاروا كل الشباب يعملوا يوغا، وتروج بهيدي الطريقة ليوغا بأمريكا. مثلا هون بدي أريكم مقطع من غنية Imagine لجون لانون، بتقول Imagine there is no heaven، يعني تصوروا انه ما في جنة، تصوروا انه ما في جحيم. Imagine all the people living for today، تصوروا كل الناس عايشين لليوم، الفرح والسلام. هيدي الغنية كتير اشتهرت وصاروا الشباب يرددوها، تحكي عن هالحلم، يعني ما بيحدوا لا دين ولا هو بيحكي عن الحرية الشخصية والإنسان اللي بيفتش عن الفرح والسلام بجهده الخاص. كمان في شخص هي مارلين فيركسون يلي سنة 1980 عملت كتاب اسمه مؤامرة الدلو The Aquarian Conspiracy يلي هو أطلق فعلياً بدعي العصر الجديد. بس بدعي العصر الجديد بسلايد يلي بعده نشوف مدام بلافاتسكي. مدام بلافاتسكي سنة 1875 أسست الجمعية الثيوزوفية بأمريكا مع جنرال كولونيل أمريكي أولكر، وهيدي الجمعية كانت تدعي لمزج الديانات مع بعضها ومزج العلوم الباطنية وكل الحضارات الصوفية مزجة بالروحانيات الشرق والغرب مع بعضها، ويرجع نعمل مثل ديانة واحدة للكل، هي مثل ديانة توافقية فيها السحر، فيها شعوذة، فيها عرافة، فيها تنجيم. مثلا مدام بلافاتسكي كانت تدعي انه هي بتحكي مع ارواح هن اللي بيعطوها التعليم، وكتبت كتاب كتير مشهور، هلا بقول لكم شو اسمه فاتذكروه. هذا الكتاب هو يعتبر من اهم كتب العصر الجديد، مثل يعني اهم الكتب والمراجع العصر الجديد. ومدام بلافاتسكي هي كمان تعتبر ام العصر الجديد. هلا في الباحث بالنيو ايج ماسيمو انتروفيني، هو ايطالي، بيقول انه هل النيو ايج اكثر شيء انطلق واشتهر من بدايه ال 61 وقت اللي انعمل مركز ايسالان، مركز فيندور بسكوتلندا. نشوف في، انا حطيت لكم صور لمركز ايسالان. هي جماعه تاسست سنه 62 بكاليفورنيا، بتروجت لكل شيء له علاقه بالتنجيم والعرافه والوساطه الروحيه والمتسين باراليل، كل شيء علاجات بالطاقه، حتى العلاجات الغيبيه هي اللي روجت لها مركز ايسالان. وهلا الموضه هي ديفلوبمون بيرسونيل او التنميه البشريه، اساسا طلق من كمان من ايسالان. وكل التكنيك اللي هلا بنعرفها بالتنمية البشرية هن النيو ايج يلي أسسوها. إذن في خلطة بهذا المركز كتير مشهور، بعده لهلا مركز إسالان بنعمل فيه دورات، بيعملوا يوغا، بيعملوا مديتيشن، بيعملوا برانيك هيلينج، كل الممارسات والتعليم تبع نيو ايج. فيندورن أكثر عنده توجه زراعي،
يعني هلأ ما بعرف إذا بتشوفوا الصورة بمين بذكركم، بيحكوا عن الأكل وعن هاي الأشياء، عن التناغم بالطبيعة، ونشوف عالم متبدل بواسطة البدائل. في عدة مراكز، مش بس هيدي المراكز، في مؤسسة الأوبن سنتر وأوميجا بنيويورك، في كتير صار مراكز للنيو إيج. هلأ بس بدي ألفت لكم نظركم أنه النيو إيج منه منظمة بدعة مثل كل البدع، يعني فيها ممبرشيب، يعني أنتم بتروحوا بتتسجلوا وبتتعمدوا وبتحضروا اجتماعات. لا، النيو إيج هي مجموعات متفرقة وأشخاص عندهم بيؤمنوا بهيدي المعتقدة. خلينا هلأ ننتقل لتعليم العصر الجديد.